تفضل. هل يجوز الرقية من شريط كاسيت؟ هل يجوز الرقية ايش؟ عن طريق شريط كاسيت. طريق كاسيت؟ شريط كاسيت يعني كشريط يعني. هل يجوز الأذان؟ هل يجوز الإقامة؟ إن كنت في شك حتى جوابك، وإن كنت تعلم أنه لا يجوز فالجواب هو هو لا يجوز. ولذلك أنا قلت في بعض المناسبات، نظن والله أعلم إن كان الخبر صحيحا، أن الإذان الموحد أحيانا على الأقل يذاع من شريط، فإن كان هذا خبرا صحيحا فأنا أقول أخشى أن يأتي يوم يصلي الناس وراء الكاسيت.